مرحبا بكم في قناة تحفة يوب. نهاية سعيدة نغزة ولم تصدق كم سقطوا معها وانهيار مخططها ضد الرئيس بون، وبعد تلميحها أولادها يسقطون أيضا معها نحو سجل الحراش، وقرار صارم في المحكمة يطالهم جميعا. بداية أخيرا بداية نهاية قضية سعيدة نغزة التي تفننت في تهديد الشعب والسلطة في الأيام الماضية، وكانت وجهت اتهامات ثقيلة انقلبت عليها واتضح أنها هي المتهمة، وحتى سقوط أحد أبنائها معها كتحقيق أولي مع المعلومات الحصرية التي كشفتها مصادر صحفية. أنا ما يخلعونيش وما يخوفونيش. فبعد أن قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة وضع 3 راغبين في ترشح لرئاسيات 7 سبتمبر تحت إجراءات الرقابة القضائية، وبدأ التحقيق معهم وكل المتورطين في القضية. والمترشحون 3 هم سعيد نغزة وبالقاسم سحلي والمرشح الآخر عبد الكريم ميم، لتقع الآن رسميا سعيدة نغزة في تهمة التزوير التي كانت وجهتها للرئيس بون، إذ اتضح أنها هي من زورت الاستمارات وتم تقديمها للعدالة لمواجهتها بها، مع الأدلة وحتى الحديث أيضا عن وفق مصادر صحفية عن تورط أحد أبنائها معها في التزوير. تتمس شعرة من ولادي نار جهنم نشعلها فيهم، أنا ما يخلعونيش وما يخوفونيش. والأمر لم يتوقف هنا فقط، بل كما كان متوقعا فساد الأخيرة بالرشاوي بغرض الوصول للحد المطلوب من الاستمارات لقبول ترشحها. لهذا على ما يبدو لجأت لتلك الخطة بتزوير والرشوة وفق الاتهامات الحالية التي طالت كما ذكرنا المترشحين الآخرين المذكورين، كما أن العدالة بهذا التحرك السريع تكون حصرت وتفشل أي محاولة لهروب الأخيرة خارج أرض الوطن كما كانت فعلت سابقا قبل سنوات. المفاجأة الحالية هي أيضا أن قاضي التحقيق أمر في ذات الوقت في هذه القضية بحبس 68 شخصا تورطوا معهم، بجانب استفادة 6 أشخاص آخرين من الإفراج والقضية ثقيلة. وهذه التهم كلها والأخيرة لم تطلها التهم المنتظرة الأخرى التي نادى بها الشعب الجزائري، والتي ينتظر أن تسكنها حبس الحراش لمدة طويلة جدا. ونتحداهم إذا هذه الاستمارات الشعب داهم اللي عندي كل الوثائق لتثبت هنا التزوير لإساءتها للرئيس بون واتهامها له زورا أنه زور الاستمارات وتهكمت على مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام وأشعلت الفتن، كما هددت أمن واستقرار البلاد وتصريحات كارثية لها أرادت إشعال بها الجزائر إذا لم يتم السماح لها برئاسة الجزائر بالقوة. أما وبالحديث عن التهم الحالية بالتفصيل، فالأخيرة وزملاؤها وجهت لهم 3 تهم ثقيلة مبدئيا، وهي تهم تتعلق بجنحة تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات انتخابية، وسوء استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة. بين المتهمين منتخب محلي بمجال الشعبية من ولايات عديدة منها وهران، تيارة عنابة، سيدي بلعباس، الجزائر، البوليدة. المتهمون تورطوا معها، فسعيدة نغزة وقعت حرفيا في شر أعمالها بعد تمديها كثيرا وبلوغها حد تهديد الجزائر ككل بتسليمها بقبول ملفها وإلا إشعال الجزائر، وملفها اتضح أصلا من البداية أنه مزور. الجزائر فيها أزمة رجال اللي عشناها لما تحطش راجل مناسب في المكان المناسب، والآن اتضح أيضا أنها مرتشية ومع ذلك لم تنجح خطتها. فالآن من ورطوها مع هذا الوضع سيتخلون عنها لا محالة مع قرار العدالة بمحاسبة الجميع لتنال حسابا عسيرا وتكون عبرة بعد تهديدها لأمن واستقرار الوطن. الأيام بيناتنا مازال حقي أقسم بالله نديه ولا داوني سجل الحراش وانا مستعدة. زبيدة عسول إلى الحراش وعولت المحاكمات حولها، ولن تصدق ما تفعلت والدلائل بالفيديوهات لأول مرة ومعلومات مدوية تكشف قبل وبعد ترشحها وانقلابها السافر على الرئيس بون. بداية المدعو زبيدة عسول وترقب محاكمة جديدة للأخيرة، خاصة وأن الأخيرة كان تم توقفها على تهم ثقيلة قبل أن يفرج عنها، لكن حاليا يبدو أن عودتها المريبة وتطولاتها الجديدة ستجرها للمحاكمة مجددا، وهي التي لطالما استفزت الشعب الجزائري وضربت أهم مبادئ الأمة بتصريحات سابقا عن الحجاب وادعت أنه ليس فرضا وكذبت كلام الرسول والصحابة، وهي التي أيضا كانت تطالب ولازالت تعتزم لو نجحت في ترشح ورئاسة الجزائر بتغيير أهم ثوابت الدستور، وكانت تهدف وفق مبدئها الذي قالت أن كل شيء متحرك وقابل للتغيير أو الحذف بما فيها اللغة العربية التي تعاديها وتدعي أنها لا يجب أن تكون لغة الدولة. كذلك العلم الوطني أثارت حوله جدل واسع كما ذكرنا سابقا عندما وصفته بعلم السلاجقة الأتراك ودعت لتغييره بما قالت عنه الأفضل الراية الأمازيغية وتعمدت إشعال الفتن. أما الطامة الأخرى تضم تصريحاتها المتكررة ضد الحجاب ودعت أنه ليس فرض ولا شيء يدل على وجوب ارتدائه، بل كشف الشعر أحسن.
معرضة بذلك حتى كلام الله والرسول والصحابة التي هي واضحة في هذا الأمر، كذلك تاريخها السوداوي بخصوص المرحلة الانتقالية أثناء الحراك الشعبي، إذ كانت تضغط وتدعو لفرض مرحلة انتقالية وتصدى لها حينها الجيش الوطني الشعبي، لأنه لو كانت حدثت مرحلة انتقالية في الجزائر لكانت الجزائر بنسبة كبيرة الآن تعيش وضع مشابه لما يحدث في السودان، لأن المراحل الانتقالية تجلب خرابا للبلدان، إذ كان هدفها القفز لرئاسة الجزائر دون حتى انتخابات بتلك المرحلة الانتقالية هي ومن على أجندتها ومن وراءها، لعلمها يقينا أن الشعب الجزائري من المستحيل أن يرفعوها وينتخبها لرئاسة الجزائر، ولن ينتخبوها ولن يسمحوا لها أصلا بالوصول وضد أجندتها، وبالمقابل أصلا خسارتها وفشلها الذريع الأخير خير دليل عندما فشلت في جمع الاستمارات اللازمة للترشح بعد رفض 98% من الاستمارات التي قدمتها. اتضح أن غالبية الاستمارات فارغة وبأسماء مجهولة، ومع ذلك اعترفت فقط نصف اعتراف وادعت أن 98% من الاستمارات تلك التي رفضت هي لأسماء مجهولة وأشخاص غير مسجلين للانتخابات بخرجة غريبة. كيف تجهل هذا الأمر ويبدو حسب المراقبين أنها ملأتها بأسماء مجهولة بعدما فشلت في إقناع الشعب ليوقعوا لها، وتلك النسبة بالغالب سعيد نغزة تقع في الفخ مع الدولة العميقة والرئيس بون يضرب بقوة، ولن تصدق عن كيف هربت لويزة حنون وزبيدة عسول من المواجهة مع انفضاح أمر نغزة وتسريبات مفاجئة بعد تجرؤها على التهديد بإشعال الجزائر وتهدد الرئيس، بداية ومع إخفاق مدوي للنساء الثلاثة لويزة حنون وزبيدة عسول وسعيدة نغزة وانتهاجهن مبدأ مهاجمة الرئيس بون والإدعاءات الباطلة بأنهن ظلمن ومنعن من الترشح، ورغم أنهن الثلاثة لم يبلغن العدد المطلوب من الاستمارات بل أقل عدد لم يصلوا، بينهم سعيدة نغزة التي هاجمت الرئيس بون وألت بتصريحات مدوية حينها، فالثلاثة وراءهن ما يسمى برجال الدولة العميقة دفعوا بهم للواجهة من أجل تهديد أمن الجزائر ومحاولة إشعال الوضع، لكن انهار مخططهم بإبعادهم لأنهم لم يحققوا الشروط، والشعب أثبت أنه واعي جدا بعد أن لم ينقادوا وراء ادعاءاتهن الباطلة من جهة، ومن جهة أخرى تناقضهن فحنون ونغزة بالخصوص كانت التقيت الرئيس بون في أكثر من مرة بقصر المرادية وفور قرب الانتخابات، أخرجتهن الدولة العميقة لدرب مسار الانتخابات ليفشلن فشل ذريع ويواجهن حاليا تهما ثقيلة، فالهروب كان في البداية مع لويزة حنون أبرز مرشحة للدولة العميقة وفق مراقبين، كانت هناك أولى الانهيارات لكن بعد فشلها بعد أن أدار الشعب ظهره لها رافضين دعم ترشحها، وكانت انسحبت مبكرا من السباق الانتخابات الرئاسية ولم تعترف أيضا حينها بالهزيمة هي الأخرى، وراحت تهاجم الرئيس بون والسلطات ككل. أما سعيد نغزة وزبيدة عسول اللتان فضحتهما التسريبات الأخيرة التي كشف فيها أولا أن زبيدة عسول الراغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية لم تتمكن حتى من جمع استمارات توقيعات سواء بالنسبة للناخبين أو المنتخبين، وقدمت ضمن ملفها 31 ألف